الروتين. انا كنت بقول لك احنا خدنا اصلا 3 فاكتورز، اللايف ستايل والجينيتك فاكتور وايه اللي في النص، فاكره genetic environmental. بالظبط؟ هو ده بقى الانفايرمنت. Number five, they are responsible for determining the body feature and present in cell nucleus. نسيتها. الجين يا نهاري، الجينز دي مش بقى، مش ايوه عارفة اكتر. جينز، تمام جينز. يلا اللي بعده. ايه ده صح، المايك قافل. تمام. all طيب living organisms inherited a factors which transfer parents of their offspring traits او ايه 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 الفاكتورز اللي هما بيورثوها؟ اسمها ايه فاكتورز؟ ايه؟ genetic تمام جينيتك فاكتورز. نمبر 2 the type of cat that inherits its hairless body from its parent is known as a cat. تمام فينك. Number 3 Sphinx cat doesn't have genetic factors for A which is found in A cat. بيجمان. مش موجودة عند بيرمان. طب الصفة نفسها اسمها ايه؟ سوري موجودة عند بيرمان لكن الصفة نفسها اسمها ايه؟ Factor for A. ثانية يعني عايز يقولك سفينكس كات ما عندهاش ثانية الصفة الوراثية لإيه بالظبط واللي هي موجودة عند بيرمان. هما بيرمان عندهم إيه بالظبط؟ لونج هيد. بالظبط for long hair. Number 4 color and place of the flower are two inherited A in the plant. هو قصده ايه؟ يعني صفات وراثية، كلمة صفات معناها إيه؟ صفات سارية. لا مش فاكرة. traits صفات، يعني traits صفات وراثية. يعني دايما في أغلب الأوقات نلاقيها inherited traits دايما. طيب اللي بعدها number 5 the way of your earlobes hang and the length of your finger are two A traits controlled by A. inherited. تمام controlled by that gene. controlled by ايه؟ genes او جينين مش فاكرة. صح جينز. ممتاز طيب تمام كتبته. أيوة. طيب you have reason for a Pearman kitten has long and silky hair. بقى عشان ورثت ده من باباها أو مامتها. ايوه صح from her parents عامة. يبقى because it inherits his the streets from his parents.
حط واضح قدامكم ولا في اي حاجة مش مفهومة؟ لا كله تمام. هي دي معلش inheritance، بس انا كنت ناسي inheritance. طيب نمبر 2 Phoenix cat doesn't have long hair. ليه ما عندهاش شعر طويل؟ اه احنا دي لما قال لي ليه عندها قلنا لان هي ورثتها. طب دي ما عندهاش، يبقى ايه؟ مش مرتهاش. يبقى it doesn't have the genetic factor for long hair. بتيجوا دماغكم بتفصل مني في الجبري. Because it doesn't have genetic factor for long hair. Three. Your lifestyle choices after your health affect your health. ده عشان لو انت بس عملت حاجة صح بس كنت صحي ايوه هتبقى اللايف ستايل بتاعتك هتبقى كويسة. برافو. اما لو مكلتش حاجة، يعني لو اكلت حاجة مش كويسة وكده ده مش كويس. برافو. يبقى كل اللي احنا نكتبه ان انا السلوك بتاعي معتمد على العادات اللي انا بعملها. But because it depends on your behavior which may be good or bad habits. تمام خلاص يا رضينا. طيب دور مين بقى اللي جاي ده؟ دور دوري. تمام يلا. to their offspring. في genetic factors لعدم وجود الشعر على الجسم انتقلت من سفينكس كات للأوفسبرينج. يبقى الأوفسبرينج ده يحصل له ايه؟ يمكن مش هيبقى عنده برضو صح؟ مش هيبقى تمام. يبقى the sphinx cat. سامعيني يا بنات كويس؟ تمام. ايوه Phoenix cat will have أو will have لا سوري will have the treat of hairless body. Done. ساريا تمام. هي آخر كلمتين إيه؟
the treat of hairless body. Of. Okay. Done. Okay. But Number two. the hair treats are transferred from desert plants to another through generations. هو يعني طريق مش فاهم. البلانتس اللي موجودة في الصحراء ورثت صفات من الآباء بتوعها، بتبقى ايه بقى؟ بيبقوا تسيب الأرقام الجديدة، ايه؟ بيبقوا يعني الآباء بتوعها يبقوا سيميلر ليها، مش فاهمة تمام. هي بقى لما بتورث بيكري. الصفات اللي بتساعدها ان هي تعيش في الاكستريم ديزرت كونديشن، بتبقى مور ادابتد، بتبقى كمان متأقلمة اكتر من الآباء بتوعها. اوكي، تمام فاحنا هنكتب اوكي the desert plants are more adapted to survive in extreme condition. اوكي تمام، انتوا الاثنين تمام. ايوه اوكي طيب، study the following figure then answer the following question. عندنا photo number 1 number 2 number 3. تمام، complete the following sentences. photo number A and A present bad habitat. بي دور مين؟ رزينة؟ 1 and 3. برافو، 1 and 3. photo number كم represent a good habitat؟ What true or false? photo number 3 represent an environmental factor that positively affects your health or the human health. False. Number two، اقري كده يا رودانا. أنا سامع كده. دور سما. طيب اوكي، اقري يا سما. Photo number 1 and 2 are related to genetic factors. False. False. امال ده ايه؟ إيه؟ امال ده ايه بدل genetic factors المفروض ده تبقى؟ life كان اسمه ايوه ايه صح، lifestyle؟ لايف ستايل. تمام، نمبر 3. Photo number 2 are in good lifestyle false. برافو. All photos show habits that have different effects on the human health. True. ممتاز، ترو. في حاجة صعبة في درس النهاردة؟ لا تمام؟ تمام. طيب اوكي، يبقى المرة الجاية زي ما اتفقنا هيكون امتحان ومراجعة كمان. طيب تمام هناخد الموديل اكزام ده اللي هو عندكم اهو، بيج 116، واللي بعدها طبعا 116 و 117، بس ده بالذات يعني يبعتوهولي عشان انتوا مش تمام مكتبين ماشي هومورك، بس ده بالذات انا عايزه اشوفه عشان هديكوا عليه مارك. تمام تمام اوكي يا بنات، اوكي تمام. محتاجين اي حاجه؟ لا شكرا جود باي.